الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا استقيم اعتدوا خلاص يرحمكم الله الله أكبر سمعنا وأطعنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اللهم انت السلام الله أكبر السلام عليكم so this is the brief program for tonight inshallah after sunnah we'll start the program with tilawat Sheikh Hisham will do the recitation After that, Dr. Muqtadir Khan will give his halaqa. And in the meanwhile, food is served. So if somebody is fasting, they can go ahead and eat right now. But those of you who are not hungry yet, we can wait and we can eat before, you know, after halaqa finishes before Isha, inshallah. After Isha, the second part of the program will start. Where we will start with a brief overview of the trip that Dr. Salim Khan and his family took to Jerusalem and the Holy Lands.
to make that visual connection between the places that Dr. Muqtada Khan will be talking about in the first part. And then we'll have some of the community members who will be presenting a few nasheeds, inshallah, before we call it a night. Jazakallah. One more thing, for sisters, sisters can sit in any area. If they want to come in the main masjid hall, they're welcome. If they want to sit in the sisters area, that's fine. And we'll also be connecting it to the video link, inshallah. They can sit in the main lobby area and watch it from there as well. Thank you.
Pakistani. Yeah, I'm going to go to the hospital.